أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية المسؤولة عن الرياضة في أفريقيا. بنرحب بيك معنا النهاردة في وقت أخبار اليوم، ونشكرك على حضورك في المؤتمر الاقتصادي، وعايزين نتكلم عن بطولة النهاردة معنا وعن تشريفك فيها. أنا طبعاً بيسعدني من خلال تعاوني مع مؤسسة أخبار اليوم برئاسة الإعلام الكبير الأستاذ ياسر رزق، وإن إحنا في بروتوكول التعاون بيننا وبين بعض لمؤتمر مكافحة الفساد الرياضي، المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا اللي هيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله في ديسمبر، من 6 إلى 9 ديسمبر إن شاء الله، وبيصاحبه جائزة الرياضة الأفريقية. والحقيقة أنا هنا النهاردة من طبعاً لأن الرياضة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، فبيساعدنا أن احنا نحضر هذا المؤتمر الناجح اللي مش من نسخته الأولى، أعتقد دي النسخة الثانية، واللي بتقام بنجاح والمؤسسة بتقيمها بتجمع فيها كل الخبراء الاقتصاديين اللي يستطيع أن يدلوا بدلوهم في مجال الاقتصاد اليثري إن شاء الله بإذن الله الاقتصاد المصري بإذن الله.